السلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة من جديد. كما العادة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال. خوتي في هذا الفيديو غادي نشارك معكم مجموعة من الأخبار الإيجابية والسلبية كذلك، ونبدأ بهذا الخبر السلبي للأسف، حيث يعني المغرب كيعرف يعني خط تصاعدي في حالة الإصابات، حيث سجل المغرب اليوم أو في 24 ساعة الأخيرة 11358 حالة إصابة جديدة و76 حالة وفاة. كذلك أخوتي هنا منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم اشتراط التطعيم أثناء السفر إلى الخارج، وهنا كذلك دراسة يعني كتقول بأن لقاح جونسون آن جونسون يقي من الوفاة بنسبة تفوق من الوفاة يعني بهاد الوباء بنسبة تفوق 90%. غادي نشوفوا هذا الخبر كذلك، وغادي نشوفوا هنا واحد التدوينة من الخطوط الجوية، الخطوط الملكية الجوية المغربية رويال اير ماروك اللي كتقول، او هنا مذكرة يعني تذكير الاشخاص المصرح له بمغادرة التراب المغربي، هم الاشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل يعني الجرعة الثانية لأكثر من 14 يوم، حاملي التصاريح الاستثنائية الصادرة عن السلطات المختصة للأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج. أنا الصراحة عيت من حلل في هذه التدوينة، ما فهمتش التدوينة هذه، يعني الأشخاص المصرح لهم يعني المصرح لهم بمغادرة التراب المغربي هم الأشخاص الذين تلقوا التلقيح، والأشخاص اللي ما تلقوش التلقيح واش ما مصرحش لهم بالمغادرة ديال التراب الوطني؟ تدوينة الصراحة عيت، هذا ما فهمتهاش، إذا شي واحد يعاونني على الشرح ديال هاد التدوينة. وقبل أخوتي ما نبداو كما العادة نطلب منكم كما عارفين سينيال طوب، بغينا اللايكات طوب، كذلك المضاد ديال السينيال وهو اللايكات، يعني كما قلت لكم البارح وغادي نبقى نذكركم دائما، إذا كيعجبكم هذا المحتوى بغيتوا هاد القناة تستمر ما عليكم إلا تدعمونا باللايكات ديالكم. ونبداو على بركة الله، وكاين فيديو أخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنا جوابا على، خليكم مع مقطع من الفيديو. الجواب على يعني الجرعة الثالثة هنا كيقول ou lorsque on est vacciné, on développe des anticorps. Ces anticorps nous permettent de résister au virus et c'est ce qui fait que on ne l'attrape presque plus, en tout cas beaucoup beaucoup moins. هنا كيقول يعني اللقاح يساعدنا على التفادي من الإصابة. Eh bien, ces fameux anticorps, quand on est immunodéprimé et donc on a certaines maladies, lorsqu'on est plus âgé ou plus. وهنا كيقول باللي الجرعة الثالثة يعني غادي تكون بنسبة كبيرة للناس اللي عندهم امراض مزمنه والسن ديالهم يعني السن كبير. هنا هاد الجرعه لا تخص للجميع لحد الساعه، وكيقول باللي حنا مستعدين كباقي الدول الاوروبيه للاشخاص المسنين والاكثر هشاشه، ستنطلق هاد الجرعه الثالثه يعني مع بدايه السنه المقبله، ومن هنا سنستمر. كيقول يعني هذا مبدئيا هذه الجرعه الثالثه هي مخصصه للمسنين واصحاب يعني الامراض المزمنه مبدئيا. وما خوتي نبداو على بركه الله، التدوينه كما قلت لكم انا بدي ما فهمت فيها والو، واحد التدوينه اللي هضروا عليها بزاف ديال الاخوان ديال الخطوط الملكيه المغربيه اللي كتقول، يعني نعاودها مره اخرى، اللي كتقول الاشخاص المصرح لهم بمغادره التراب المغربي هم التدوينه ديال نهار امس يعني البارح بالليل عليها اخوتي، يعني كنشاركها معكم، هم الاشخاص الذين تلقوا التلقيح بالكامل يعني الجرعه الثانيه الاكثر، يعني كما هو يعني معروف من دائما يعني جوج ديال الاسابيع من بعد الجرعه الثانيه، ما عرفتش هذه واش مذكره، ولكن هنا كيقولوا المصرح لهم بمغادرة التراب المغربي هم الأشخاص الذين تلقوا التلقيح. المهم في التعليق ديالكم إذا فهمتوا شي حاجة من هذه التدوينة فهمونا، وهنا يعني هنا بغينا حتى حنا يعني حتى حنا غادي نبداو نقلبوا، حتى حنا كنعرفوا نقلبوا، غير هو من نقلبوا حنا
ما تقولوش هادو الناس ديال المؤامرة، هادو يعني تابعين للمؤامرة، مع المجموعة ديال المؤامرة يعني. دابا حنا شوف، انا والله العظيم ما ضد ولا مع ولا حتى شي حاجة. انا هنا يعني كنحترم الآراء الشخصية، كل واحد وكل رأس له طناطي، له طناطينه كما كنقولوا، كل واحد وباش مقتنع. غير هو ما نحرضوش وما نأطروش وما نرهبوش وما نخلعوش عباد الله، فقط هادشي اللي كنطلبوه، هادشي اللي كيطلبوه يعني مجموعة ديال خوتنا المغاربة صافي. ولكن حتى حنا كنظنوا وقيلا عندنا الحرية، يعني كل واحد حر، حتى حنا عندنا الحرية نبحثوا في الاتجاه المعاكس بعدين يعني. ولكن غير نشاركوا او لا غير نبحثوا، حتى حنا عادي غادي نبداو نبحثوا، وغادي نبقاو نجيو الناس يعني مختصين كذلك يشاركوا معنا. المهم هنا غادي نشوفوا شنو قالت هاد الباحثة اللي هي من جنوب افريقيا، اللي غادي نقرا عليكم هذا المقال، وغادي نخليكم في صندوق الوصف كذلك. هنا دراسة، لقاح جونسون ان جونسون يقيم الوفاة بكورونا بنسبة تفوق 90%. هذا ديال نهار اليوم كما كتشوفوا هنا، هو 8/6 اليوم، هذا المقال ديال منتصف النهار. قالت باحثة من جنوب افريقيا ان دراسة، وانا معروفة هذه من الناس ديال المؤامرة وهذا ومشرية وهذا، اللي ماشي مشريين هما هذوك ديك المعارضين اللي الشغل الشاغل ديالهم هو المعارضة، دائما يعارضوا أي حاجة كانت إيجابية كانت سلبية، هما المعارضة المعارضة ومصاب، وكان عندهم البديل يعني غير لا 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 لا، ولكن ما كاين لا بديل لا والو، كيتفرجوا علينا. ايوا انتم هاد الناس المعارضة كاملين، ما تخرجونا شي خبير ولا شي طبيب ولا دا يعملنا شي حاجة، او لا تبقاو جالسين غير تما ها 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 والسخرية والضحكوا، ولا وغادي يعملوا لكم وغادي يفعلوا لكم وغادي يتركوا لكم. ايوا عطيونا شي حاجة، عطيونا البديل، وغير لا 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 لا، خص البديل، ونبقاو نتفرجوا على هاد الناس يموتوا، خصنا البديل. هاد الناس اللي عملوه دائما ما صالحش، وحنا جالسين كنتفرجوا. هذا شنو كنسميه انا؟ هذا كنسميه مشات لي داك الكلمه والله العظيم، كنسمي هذا كيكون عداء، هذا نصي، هذا الانسان ما باغيش نصي، نقدر نقول لكم بالمفهوم ديالي البسيط، يعني ما باغيناش نمشيو لقدام، يعني اذا شاف شي حاجه ماشي مزيانه ولا هذا خصني نخربها، المهم انا نخربها وصافي، وما نكونش بوحدي، ونجمع عليا واحد بزاف الناس، واذا شفنا شي واحد عارضنا ولا هذا نهاجمو ونسخرو منه ولا هذا، واذا هو خرج كيدافع ولا هذا نقولوا له لا انت قبيح ولا هذا، حنا ماشيين بهذا المنطق هذا. المهم اخوتي باش ما نطولش عليكم في هذه الهضره الخاويه، هنا قالت باحثة من جنوب افريقيا ان دراسة اجراها البلد الافريقي اظهرت ان لقاح جونسون ان جونسون الوقاية من كورونا يوفر الحماية من الوفاة بالمرض بنسبة تفوق 90%. وشنا هذا كذلك في فايزر، حتى هو يعني نفس هذا الشيء اللي عملت هذه الباحثة. واضافت الباحثة جليندا جاراي التي شاركت في قيادة الدراسة، بوسعنا القول ان لقاح جونسون ان جونسون الذي يتمكن من جرعة واحدة وفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الحماية من الوفاة بنسبة تتراوح بين 91% و 99.2%، يعني وتابعت هذه هي النتيجة الأساسية التي توصلنا إليها، وبسعنا القول إن هذا اللقاح وفر الحماية من الوفاة للعاملين في مجال الصحة. طبيعة الحال نو، هذه منهم، هذه يعني مخلصة، يعني فيما يعني احنا مثلا هادوك واخا نبحثو ونجو، هادوك سي كيقولوا الصح، كيخافوا علينا، هادو نور ما كيخافوش علينا، هادو من داك المجموعه اللي باغي يساليو معانا. المهم اخوتي ما نطولش عليكم بزاف، ونمشيو للخبر الثاني، صبروا معايا. الخبر الثاني وهو منظمه الصحه العالميه تدعو الى عدم اشتراط التطعيم اي اللقاح اثناء السفر الى الخارج. اعلنت منظمه الصحه العالميه ان مطلب التطعيم لا يجب أن يكون شرطا عند السفر إلى الخارج، وذلك لعدم وجود فرص متساوية لدى الجميع للوصول إلى اللقاحات. وفي إيجاز صحفي في جنيف صرح، هاتين فتحوا هذا الرابط،
صرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش بأن السفر إلى الخارج يجب أن لا يكون مشروطا بمطلب تطعيم الإلزامي ضد الفيروس. وقال ياساريفيتش بأن بهذا الشأن صرحت منظمة الصحة العالمية بوضوح: منذ البداية لا نعتقد أن التطعيم يجب أن يكون شرطا للسفر الدولي، مشيرا إلى أن الأساس في هذا الموقف يتمثل في أنه طالما لا توجد إمكانية وصول الجميع متساوية إلى اللقاحات ضد الكوفيد في العالم، لا تجدر إضافة نقطة أخرى للتميز ضد الأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الإمكانية للوصول. ومن جهة أخرى خوتي كنزرب وفي نفس الوقت كنبقى نتلتمي كنزرب باش ما نطولش عليكم الفيديو، أما أنا بإمكاني نبقى يعني بشوية، ولكن بزاف الإخوان كيقول لك لا كطول، ولهذا كنبغي نجرب شي بعض المرات كنبقى ومن جهة أخرى لفت المتحدث باسم المنظمة الدولية المختصة إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعم إدخال الشهادة الرقمية للقاحات وتعمل على إيجاد حلول تكنولوجية فيما يتعلق بالتفاعل بين الشهادات المستخدمة اليوم. كما قلت لكم أخوتي هذا يعني كنظن سي وهنا كما قلت لكم للاسف يعني المغرب كيسجل يعني في خط تصاعدي الصراحه 11358 حاله اصابه و 76 وفاه، يعني حاله وفاه جديده في 24 ساعه، يعني ليرتفع العدد الاجمالي المصابين بالفيروس الى 676683 حاله في المغرب وفق المصدر الذاتي، فان المجموع يعني وهذا الشيء هذا خوتي راجع كما عارفين يعني الحدود تحلات، يعني راجع بزاف العوامل يعني باش كاين يعني باش ارتفعت هذه النسبه مؤخرا في المغرب، وكذلك يعني التحاليل اللي كتعمل بكثره مؤخرا ماشي بحال قبل، ولكن ما بقيناش كنشوفوا ماشي في المغرب يعني في العالم كامل ما بقيناش كنشوفوا ذاك الحاله ديال الوفيات كما كانت في الاول، يعني كانوا الوفيات بالالاف يوميا في يعني في النهار كانوا بالالاف الوفيات، هذا الشيء انقص الحمد لله. يعني كنظن انا وانا قلت لكم دائما انا ما كندافع على هذا، انا دائما كل واحد يعني كي حر في راسه غير هو واخا ما فيها باس يعني نعطيه الاراء ديالنا وهذا ونحلوا، ولكن غير حنا كنطلبوا فقط ما يكونش تصريب وصافي، كلش ديك العناوين لان عارفين وكنقولها ونعاودها خوتنا اليوم محتاجين اللي يعني الطاقه الايجابيه اللي ماشي اللي يزيد غير لان ومحتاجين كذلك المناعه، وعارفين هذا الترهيب وهذا التخويف يعني كينقص من المناعه، وكذلك هي رساله يعني هاد الناس هادو من ان نساندوا بخبراء او باطباء يعني يجيبوا كل شيء ما نجيبوش داك الشيء فقط اللي كيهمنا حنا واللي غادي يناسبنا في ديك الحمله ديالنا. كنهضروا على الدكتور رفايد، الدكتور رفايد كيحضر بزاف من الترهيب والتخويف، شوف اخوتي الفيديوهات ديالو، كنبغي ننزل الفيديوهات ديالو ولكن كنشوف ما من حقيش انا ندي مجهود واحد اخر ونجيبو ونبقى نشاركو مع عباد الله، نو لان اللي بغى الدكتور فايد يمشي راه كاين القناه ديال الدكتور فايد وكيهضر، وللاسف يعني هاد الناس هادو اللي كيخوفوا الناس ما كيجيبوش هاد الفيديوهات اللي كيهضر، كاين فيديوهات كثيره كاين مباشرات كثيره اللي الدكتور الفايد كيحضر من هاد الناس هادو اللي كيخلعوا الناس والتاثير ديالهم على الناس، يعني تاثير سلبي، يعني كيحضر الناس كذلك ما يسمعوش لهاد الناس هادو، لان يعني الناس باقيين يعني في هادشي اللي واقع يعني من هاد الوباء، يعني هاد الازمه العالميه اللي كامله يعني الاقتصاديه وديال المرض وهذا، يعني خصنا اللي فوج علينا، خصنا اللي يعطينا الطمانينه ماشي اللي مرضنا. حنا كنهضروا ما كنهضروش على الناس اللي كيعطيو الراي ديالهم باحترام، نو كنهضروا على الناس اللي كيخوفوا الناس، راه انتظروا هادوك اللي عملتوا اللقاح شحال غادي يموتوا شحال ماتوا اليوم شحال ما هادشي اللي ما موافقينش عليه. تفهمنا اخوتي باش ما نطولش عليكم بزاف، تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده، وما تنساوش اللايك والبارطاج، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.